A A, a, a G a G. A ga Bro move the horse from 16 and put it in A1 bro The horse from 16 and put it on A1 bro What? <laughs> ha. Okay Take my queen, Hey, a hey, trey g, trey g. Take my queen from seven and put on b three, bro. Take my queen. Yes, b three, bro. B three. Now check, bro. Check. No, bro. I say check, bro. ha 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 ha. I got you now, huh? Oh yeah. Don't forget that cake for lunch, bro. You owe me that cake, bro. You owe me that cake for lunch, bro. No, but I don't care, bro. No, but I paid you that one the other day, bro. No, 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 no. I paid you, bro. You owe me that cake, bro. <laughs> hey, 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 hey. What's going on? We got company over here. How you guys doing? اللي شفتوه تو يا الربع هذا يا الربع احدى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي بين مساجين الانفرادي. في السجن الانفرادي عندنا انواع للتواصل بين مسجون واخر بما ان كل واحد فينا في قفص والقفص بابه مقفول لذلك ابتكرت المساجين طرق للتواصل بينهم. احدى الطرق هي المرحاض اي نعم حشاكم المرحاض احد طرق التواصل بين المساجين بينهم وبين بعض العنبر ايزي في عشرين زنزانه تحت وعشرين 20 زنزانه فوق ايزي المرحاض البايبس مواسير المرحاض البايبات تتواصل من زنزانه إلى أخرى، من زنزانه إلى أخرى، من زنزانه إلى, إلى أخرى، لذلك وين المكان اللي الماي ممكن يدش ويذهب من مكان إلى أخر من الرئيسي أيضا الأصوات ممكن تنتقل عبر البايبات through the pipes والصدى والذبذبات نعم تسبح معك الله البراز تبول والتقيؤ احيانا الى ان تصل الى الجهه المطلوبه هذا البلاك بيري حقنا يا الربع عن طريق ان تواصل again through the pipes عندنا طرق اخرى للتواصل واحدى الطرق الباب نفسه الباب نفسه عتبه الباب فتحه من خلالها نقدر نصارخ ونزعق لواحد الآخر. اي 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 بوك برا وصراخ وزعيق ليل ونهار على عتبة الباب تلقى الانسان على اربع وكأنه تمساح عند العتبة وصارخ ليل نهار وما يسكت الا لما السجان يجون اي hey, shut the hell up or oh, I will write you up. اذا ما سكت السجان يقول لك اعطيك تقرير تاديبي اضيف على مده الانفراد اللي انت فيها 30 يوم اخر لذلك عتبه الباب تستعمل ولكن مش في كل الاحوال اذا في سجان زين مو مهم عنده يستعملونه اذا السجان ناوي الشر ويبي يعطي تقارير تاديبيه للزلازل والمساجين نستعمل المرحاض وفي طريقة أخرى وهي الشفاط نفسه شفاط الزنزانة أيضا عبر الدقت الصوت يصل من زنزانة إلى أخرى من زنزانة إلى أخرى من زنزانة إلى أخرى فعادي أنت عندك موضوع تبي تسولف عنه مع زنزانة رقم اثنين وأنت زنزانة رقم سبعة عادي رقم ثلاثة أربعة خمسة ستة كلهم معاك بالموضوع يسمعون <applause> The NSA. لذلك أكثر الكلام شفرات بينهم بين بعض عتبة الباب أطراف الباب عسكم الله المرحاض والشفاط وفي طرق أخرى هي عبارة عن لغة الإشارة عبر الزجاج المربع أو المستطيل الزجاجي للباب تأشر من بعيد للي أمامك أو اللي على الجنب تشوفه وتكلمه تقول له مثلا I want some coffee You got some coffee؟ يقول لك No أو يقول لك Yes إذا قالك Yes تقول له Shoot it أرسله اوكي okay. مرة ثانية I want some coffee you got coffee يقول لك ها نعم أو إذا قال يس تقول له شوري it برا cool. it. It, it يعني ارمي يعني ارسل يعني دز كوفي سيجارات فيلز حتى ابر وعلى هالحالة في الانفرادي طرق التواصل ولكن انا موضوعي اهم من التواصل في الانفرادي انا موضوعي اهم من الشطرنج اللي لعبناه تو لسه بيني وبين الزنزانة اللي جنبي انا موضوعي شيء يسمونه 3 سترايك لا 3 سترايك لا قانون الفرص الثلاثة أو قانون الضربات الثلاثة في أمريكا أشهر لعبة رياضية عندهم بعد الباسكتبول البيسبول صاحب العصا عنده محاولات ثلاثة أنه يضرب الكرة الأولى إذا فات يقول لك وان سترايك بوش الثانية تو سترايك ما بقى لك الا بعد سترايك يا تصيب يا تخيب اذا صابت كان بها اذا خابت روح قاعد على البنش خسرت نفس الشيء في ولايه فلوريدا وايضا ولايات اخرى مثل كاليفورنيا وتكساس عندهم القانون هذا يسمونه ثري سترايك لا ولكن مش لعبه جد كل الجد it's a فيري very serious business على سبيل المثال صادوك مرة أول مرة معاك سلاح عطوك 10 سنوات سجن strike number one طبقت 10 سنوات طلع صادوك مرة ثانية حيازة سلاح صكوك 20 years in prison 10 سنوات strike one سقوك 20 سنه اخرى سترايك 2 طبقت طلعت صدوق مره ثالثه بايدك سلاح سترايك 3 سترايك 3 اعطوك مؤبد لايف فالقانون المشهور في ولايه فلوريدا يسمونه ذا 3 سترايك لو 10 20 life. 10-20 لايف اوكي هذا محمل الجدي البحري لا تشيل سلاح معك ابلع العافية اوكي ولكن قانون ذا ثري سترايك لا احيانا على اشياء ما لها شغل بحياة وموت ما لها شغل في سلاح ما لها شغل نهائيا ولا دخل في تجارة مخدرات ولا نهائيا خراب بيوت الناس ولا شيء ثري سترايك لا احيانا يستعمل لشغلات سخيفة للغاية لدرجة أنك تتعجب يعني أنا كنت في حبس انفرادي مرة جابوا لي واحد صكوا خمس سنوات سجن ولاية فلوريدا واحد أبيض أعطوه خمس لو كان أسود الله أعلم يعني طقوه مؤبد كنتقو عشر سنوات عشرين سنة خمسة عشر نظام أمريكا نظام قضائي في أمريكا متعاطف مع الأبيض و وعسكم الله يدوس على راس الاسود سوري احنا مع الله اسدير الله جاء الابيض معطينا خمس سنوات سجن اقول عسى ماشر يقول انا هوملس تمطر الدنيا انا امشي على القدمين سياره وقفت شباب فيها ما عجبهم شكلي كل واحد بيده الصودا كان بيبسي القوطي هذا العبوه اخذها وحذفني واحده واحد منهم حكتني تدممت انا هوملس متدمم تمطر الدنيا لجأت الى غاز ستيشن واحد عربي غاز ستيشن قلت له يا طيب مساعده علق خلني استعمل التليفون ادق على الاسعاف يقول هذا الجاي انا بيني وبينه مشاكل سابقه، مره بلغ علي الشرطه ان انا في المصافة الاماميه اتسول واطر فلوس من الناس. فعندي ريستريننج اوردر ممنوع اني اجي عند الجاي هذا. انا مش شريف روما، انا عندي سوابق ولكن سوابق حقتي بتي ففت. سارق 20 دولار هنا، سارق باكيت سجاير هناك. سارق علق هنا سارق مش عارف اعزكم الله حذاء من وول مارت انا هوملس يعني لا تتوقع اني انا بايق بنك ولا اختلاس اموال الحق العام 200 مليون دولار انا بتي فيف دخلت الغاز ستيشن العربي هذا عصب علي get out get out get out, get out. يعني اقول له يا معود انا متدمم بريس let me just use the phone قال ده يقول ياسر انا ما ادري كنت محشش حزتها الله اعلم ما عرفت اتصرف مدمم مطره وهذا يقول لي اطلع برا اطلع برا اطلع برا يقول طالع على الكاونتر ولا شويه خرده يقول حتى ما اعرف كم سعرها كم قيمتها خرده تشينج تشينج بينيز دايمز نيكلز كوارترز يقول كان اخمطها واطلع انا غرضي بروح حق التليفون العمومي الخارجي بحط الخرده هذه وبتكلم اي اوفيسر اي امبلانس اي اسعاف تعالوا ساعدوني صاحبنا بلغ الشرطه دوروا علي مسكوني ودوني عند القاضي القاضي قال دام انك سويتها مرتين ثلاثه سرقت 20 دولار هنا و دولار هنا الحين انا بعطيك خمس سنوات سجن، خمس سنوات سجن واقول انا اوكي، كم المبلغ؟ يقول يا البحري ما تصدق المبلغ 4 دولار و20 سنت، 4 دولار و20 سنت يعني دينار و200 كويتي، دينار و200 فلس، دينار ربع والله العظيم خمس سنوات سجن المبلغ اللي سرقته وقاعد اقول حق الشرطه يا جماعه الخير انا, أنا متدمم انا هذا حذفوني عبوه انت بس ابي منه لا بس انت غلطان من قال لك تعال ومن قال لك خمس سنوات سجن لا ليش؟ القاضي قال دام انك سويته 3 تايمز مو نفس المكان مكان ثاني 20 دولار هني حذاء الله هناك وهذه ثالث مرة. The three strike law applies on you. لذلك سوف نطبق قانون the three strike عليك. وعطوه خمس سنوات سجن. Damn, bro. All the way up, bro. You must up, bro. ولكن هذا قانون the three strike law واحد في كاليفورنيا. ما تصدقون قصته يا الربع واحد في كاليفورنيا كتبت عنه الجرائد طبق ما يقارب ثلاثين سنة في ولاية كاليفورنيا داخل السجن والسبب سرق دولارين وأربعين سنت سرق اثنين دولار نقطة أربعين سنت إلى الآن ما كمل واحد دينار كويتي والحكم مش 30 سنه الحكم مؤبد الحكم لايف سنتنس لايف سنتنس لايف مؤبد على دولارين و40 سنت يا الربع ولايه كاليفورنيا طبق من المؤبد 30 سنه قبل لا مشاهير امريكا فنانين وفنانات مغنيين ومغنيات وساسة تدخلوا بالموضوع وسووها مسألة رأي عام في السوشيال ميديا وقالوا Are you serious? القاضي قال صح ولكن ذبحنا هذا ملينا ترى صح انه بتي صح انه دولارين واربعين سنت ولكن سواها ثالث مره لذلك طبقنا عليه القانون اللي عندنا اللي يسمونه The Three Strike Law أول مرة أعطيناك سنة ثاني مرة أعطيناك ثلاث أربع سنوات ثالث مرة ما راح تسلم الجرة على دولارين واربعين سنت أعطيناك لايف أعطيناك مؤبد أعطيناك مدى الحياة ما تطلع من السجن إلا على النقالة ولولا تدخل مشاهير امريكا كان ما زال صاحبنا في السجن الان المفروض كاتبين عليه خاسه ومات في سجون كاليفورنيا ولكن بعد ما تدخلت المشاهير حكومة ولاية فلوريدا استحوا على دمهم وأطلقوا سراحة تخيل أعطوك ثلاثين سنة السجن على دولارين وأربعين سنت أنا أبي أطلب منكم طلب يا الربع، قسم دولارين واربعين سنت على 30 سنة، كم يطلع الناتج؟ تكفون يا الربع اكتبوا لي في الكامنت، على كل بني، على كل عشرة سنت، على كل خمسين سنت، على كل دولار، كم سنة صاحبنا اضطر انه يطبق في سجون امريكا وهل مستاهل المسألة؟ وهل فعلا تستاهل المسألة الشيء هذا؟ واو واو